فقرتنا القانونية واللي خصصناها لحتى نحكي فيها عن الأشخاص اللي بيوقعوا ضحية التزوير، وكثير من الأشخاص من خلال المعاملات والمعاملات اليومية ممكن يتعرضوا للتزوير، إن كان بيع شراء سندات اللي كانت هي ممكن كثير يجهلوا بعض الضوابط اللي ممكن هي تكون رادع لهذا الجرم، وحتى الجاني بهي القضية ممكن هو يكون بيجهل كمان الروادع والعقوبات لهذا الجرم، وكثير من الأشخاص بصير عندهم جهلة وعدم مسؤولية وممكن يوقعوا على أي شيء بدون ما ينتبهوا لطرق التزوير يلي اليوم صارت جدا محترفة، ممكن صعب شوي لحتى حدا يقفش. أكيد يا عفاف، هاي الأمور عم تحسن معنا اليوم بالحياة في تفاصيل حياتنا اليومية. اليوم مشاهدينا، التزوير كجرم كيف تعامل معه القانون السوري، وهل في أنواع اليوم من هذا الجرم، بالتالي شو هي العقوبات الموجودة؟ خلونا نتابع تفاصيل أكثر مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو، الأستاذة المحامية رنا ديب. يسعد صباحك أستاذة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أستاذة. صباح الخير عفاف. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. خلينا نتعرف من حضرتك أستاذة اليوم كيف القانون السوري عرف جرم التزوير. نعم، هلا جرم التزوير هو جرم جنائي افرد له المشرع السوري في قانون العقوبات العديد من المواد، مثل ما تفضلت وذكرت بالمقدمه انه تعريفه، عقوباته، انواعه، كيف الشخص بيكون ضحيه للتزوير وشو لازم يعمل لحتى ما يقع ضحيه للتزوير. بدايه خليني اعرف التزوير كما جاء في نص الماده القانونيه. التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقه على صكوك ومستندات بيانات ووقائع بطرق عديدة، ولكن هذا هو التعريف وهو تحريف للحقيقة. فتحريف للحقيقة شو معناته؟ أي شيء كان مراد به شيء معين وتم تغييره من شيء إلى شيء آخر، من كلام إلى كلام آخر، على صك، على ورقة، على مستند، فهو تزوير. التزوير لحتى يكون يعني في هو داخل ضمن هذا التعريف أو ضمن هاي العقوبات اللي أفرد القانون، بده يحقق شروط معينة من خلال التعريف المستنتجه. تحريف حقيقة يعني تغيير وقائع على صكوك أو بيانات كان مطلوب إثباتها، فالتزوير اللي بالقول والكلام مو معتد فيه قانونا، يعني بالحكي انا حكيت شيء ورجعت زورت هذا الكلام، هذا ما هو تزوير، هذا ممكن تقولي شهاده زور في مثلا، ممكن تقولي جريمه ثانيه. التزوير بده يكون في عندي ورق، بده يكون في عندي مستندات، هي المستندات ممكن تكون مستندات رسميه وممكن تكون مستندات عاديه، بيختلف في التوصيف، تختلف العقوبه اذا كانت عاديه ولا اذا كانت رسميه. على شيء مراد اثباته، يعني لنعطي مثال عملي، لنفترض ورقة مكتوبة بين شخصين دائن ومدين، هاي الورقة مراد فيها، المراد إثباته أنه هذا الشخص له حق على الشخص الآخر، على المدين بمبلغ معين. هاي الورقة هي اللي صار فيها فعل التزوير، إذن هو حرف على ورق شيء مراد، بيان مستند مراد إثباته، هذا هو التزوير مثل ما قلتوا انه شو تعريف التزوير. تمام استاذه. طيب خلينا نتوسع اكثر ونعرف من حضرتك شو هي انواع التزوير وشو هو الفرق بيناتهم. نعم، هلا بالقانون يعني اجى تعريف انواع التزوير انه في عندنا خلينا نقول محورين اساسيين، في تزوير مادي وفي تزوير معنوي. شو المقصود بالتزوير المادي وشو المقصود بالتزوير المعنوي؟ التزوير المادي من كلمه مادي يعني شيء محسوس وملموس. تمام. مثال، عندي ورقه رسميه او غير رسميه، فعل التزوير كان بإضافة شيء ما كان لازم ينضاف، بحذف شيء ما كان لازم ينحذف، بشيء نحن بنسميه بالقانون عملية الحك، يعني بيساوي حك على هاي المستند أو هاي الورقة فبيطمس شيء من الحقيقة، بيستعمل كوركتر مثلا، بيغير من في شيء اسمه تحشية، يعني النص مكتوب بصيغة معينة، بيجي الشخص المزور بيعمل تحشية، بيكتب بينات الكلام كلام تاني، بيقلب الواقع تماما، بيغير أرقام، بيغير الفحوى اللي موجود ضمن هاي المنطقة، ضمن هاي المستند أو هاي البيان أو هاي الورقة أو هذا العقد، لأنه هو كتير شغلات بيقع عليه التزوير من الأوراق. فهذا تزوير مادي لأنه تزوير فعل معين غير بشكل محسوس. هذا النوع من التزوير سهل كشفه، يعني لأنه أنت بيكون عندك مستند معين مبين أحيانا بالخبرة، خاصة هلا يعني في أمور عم تتطور حتى الخبرات الفنية وهدول، فبتلاقي أنه لا انكشف. النوع الثاني من التزوير هو التزوير المعنوي، اللي هو ما أنه زاد أو نقص أو كتب شيء ضمن المستند، لا، مستند أساسي، لنفترض موظف مطلوب منه يكتب وفق ما يمليه إرادة الطرفين، شخص مسؤول عن عقد معين، إجى لعنده المتعاقدين
باتفاق مع احد المتعاقدين بشيء معين لمصلحه معينه بده يزور، فالمتعاقدين عم يملوا عليه بشكل شفهي، هو عم يكتب شيء اخر، هو ما زور بشكل مادي، ما زاد، ما نقص، ما عمل شطب، ولكن كتب واقعة جديدة غير الواقعة المراد إثباتها. كانوا عم يقولوا له مثلا نحن بدنا نكتب عندك سند أمانة، لنفترض شخص بده يكتب سند أمانة لشخصين، قالوا له 10 ملايين ضاف صفر واحدة حتى غير اللي أملوه عليه فصارت 100 مليون. طب ما غير كتابة مثلا 100 مليون أو 10 ملايين، لنفترض إنه كتبه وما انتبهوا، هن كتب كتابة إنه مثلا هيك وما انتبه، فهذا تزوير معنوي لأنه هو غير واقعة من أساسها، يعني من الأصل النسخة الأصلية مزورة، مو أنه كان في شيء وضاف عليه أو زاد، هذا التزوير المعنوي. كاتب بالعدل مثلا أملوا عليه وكالة بأسماء معينة فكتب أسماء تانية ما انتبهوا فصار تزوير معنوي. هدول هن النوعين الأساسيين من التزوير، التزوير المادي والتزوير المعنوي. لذلك الانتباه كتير ضروري لما أنت بتروحي لأي مكان حتى لو موظف عام، مع أنه يعني يستبعد، ولكن إحنا عنا حتى العقوبة تشدد. راجع لما أمليت وكالة على شخص معين، راجع شو كتبت، شو كتب، هل هو فعلا أنت اللي حكيته اللي لقنته إياه؟ هذا النوع الثاني من التزوير اللي هو التزوير المعنوي. طيب اليوم استاذي إذا أنا عندي شيء مزور وعم استعمله من خلال جميع المجالات اللي كانت، شو يعني أنا عم استعمل شيء مزور وممكن أنا أتعاقب عليه إذا أنا كمان ما بعرف بقصة التزوير؟ تمام. هلا أول شيء شو معنات استعمال المزور؟ استعمال المزور مو الشخص اللي زور نفسه، شخص تاني استعمل هاي القصة، وكالة تزورت إجا واحد استعملها. هلأ إذا ما بيعرف ده يثبت حسن النية، وإذا بيعرف فهو عقوبته تماما كعقوبة المزور، يعني بيعتبروه شريك. إذا كانت عقوبة المزور جنحوية فهو عقوبته جنحوية، إذا كانت جنائية فهو عقوبته جنائية، 5 سنوات على الأقل بحالة جناية فكمان نفسه تماما. أحيانا شو بيصير؟ بيقول لك أنا ما زورت، عمل وكالة لشخص آخر بس بشكل مزور، يعني شخص خارج البلد. رح أعطي مثال هيك يكون بسيط ينفهم. أكيد. شخص خارج البلد، راح حدا من الناس اللي موجودة بالبلد عمل وكالة باسمه، هو ما له خبر، يعني وكالة مزورة. هاي الوكالة المزورة هي ما استخدمت، يعني أو خلينا نقول اللي زورها راح استخرج منها أوراق حقيقية وليست مزورة. بناء على هاي الوكالة مثلا راح طلع لنفترض وثيقة معينة بالجامعة، لنفترض إخراج قيد. تخيلي الورق اللي استخرج من هاي الوكالة هو ورق سليم 100% ما أنه مزور، ولكن هو مستند على تزوير. فإذا كان الشخص بيعرف فهو استعمل مزور، وبالتالي يحاسب كعقوبة الشخص اللي زور نفسه كشريك له بهذا الفعل، لأنه استعمال المزور خطورته على المجتمع تماما مثل خطورة المزور. لما أنت استخدمتي شيء مزور وبنيتي عليه حقيقة معينة هي بالأصل ما أنا موجودة أو واقعة معينة، فأنت ضريتي بأمن المجتمع، ضريتي بالشخص نفسه اللي زور، اللي حدا زور، حتى لو ما كان هو الشخص اللي استخدمه المزور نفسه، بس ضرر كبير على أمن المجتمع، على أمن الأفراد. وبالتالي ولهذا السبب خلى المشرع إنه عقوبة المزور نفسه عقوبة استخدام أو استعمال المزور، الشيء المزور. يعني إذا كان ما بيعرف بالتزوير كيف بده يثبت حسن النية؟ تمام. هلا المفروض اولا، هلا القانون لا يحمي المغفلين مثل ما نستخدم الجمله العباره الشائعه، يعني المفروض يكون عنده حذر بانه يشوف انه هي الوكاله فعلا منظمه. في عندنا شيء بالقانون بيقول لك البينه على من ادعى، انت ادعيت انك انت حسن النيه، بدك تثبت هالشيء. يعني كل يعني مشكله هذا الجواب انه مثلا كل حاله إلى طريقه، يعني طيب هذا التوقيع هو انت شفته للشخص وقع، كيف استخدمته، كيف تاكدت؟ يا مثلا رح اعطي مثال بوكالات السيارات، احيانا بيعملوا وكاله وبيروحوا بيبيعوا السياره وبيرجعوا بيبيعوها مره ثانيه، فانت صار عندك هون تزوير، يعني انت بناء على وكاله مو صحيحه او رحتي بعتيها مره ثانيه. حتى الجهات المعنيه أخذت إجراءات لتحمي الأفراد، مفروض هاي الأفراد تلتزم بهاي الإجراءات، وإلا بيكون هي الحق عليها 100%. صار في شيء عنا اسمه مصادقة وكالة، يعني أنا لما بعمل وكالة لشخص ببيع سيارة معينة، هاي الوكالة بتروح نسخة منها على النقل، بيصير في بتنوجد هاي النسخة على صحيفة السيارة نفسها، بحيث أنا لما بدي إجي أفرغ السيارة بموجب وكالة، سواء نفس الوكالة اللي عملتها أو وكالة تانية، بصير في عنا عملية تدقيق.
بين الوكالة الموجودة على صحيفة السيارة وبين الوكالة اللي بحوزة الأشخاص. فلما أنا بدي روح بدي بيع سيارة، افرض مو نفس الشخص، بدي أفرق سيارة، أنا هاي الوكالة مزورة، أنا بدي روح طالب بمصادقة الوكالة لحتى أعرف إنه فعلا هاي الوكالة سليمة 100%، هي نفسها اللي موجودة على صحيفة السيارة. إذا أنا ما أخذت هذا الإجراء اللي هي الدولة يعني قررته، فأنا بكون أنا محاسب لأنه أنت يعني توانيت عن تطبيق القانون السليم أو القرار الصحيح اللي بيحمي وبيحمي الأشخاص الآخرين. تماماً. يعني أستاذة رنا عم تضوي على معلومات ونقاط كتير مهمة، ويمكن البعض ما يعرف هي التفاصيل. طيب خلينا نستفيد أكثر من حضرتك ونعرف، هل التوقيع على بياض يعتبر تزوير؟ توقيع على بياض لازم نحكي فيه بشكل تفصيلي. هلأ الشخص لما بيجي يوقع على بياض، هو ما حدا زور له، ما حدا جبره، ما حدا شال توقيعه وحط توقيع تاني، هو بالفعل توقيعه، وهو لما إجا وقع هو وقع على ورقة بياض. في اجتهاد لمحكمة النقد السورية بيقول إنه الشخص لما بيوقع على مستند على بياض فهو، أو على خلينا يعني هو خلينا نقول لأنه بيكون في مبالغ على الأغلب بالتوقيع على بياض، فهو ضمنيا رضي بأي مبلغ بينحط بهذا المستند، بأي مبلغ، لأنه هو لما وقع على بياض، رغم أني أنا ما بنصح أي شخص أنه يوقع على بياض، بس أنا ما فيني اعتد بجرم التزوير، لأنه قلنا التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة. وين التحريف؟ إذا هذا توقيعك عن جد، وإذا أنت لما وقعت كنت شايف أنه السند فاضي وأنه على بياض، فهذا اجتهاد لمحكمة النقد. ولكن بالمقابل لما بيكون في عنا تحريف بالوقائع اللي داخل المستند، بمضمون المستند مو بالتوقيع، توقيع ما فيني أقول إنه هذا التوقيع مزور، فأنا خرجت عن هذا الجرم، إنه جرم التوقيع المزور ما في عندي هيك شيء. فيني اشتكي بناحية تانية إنه مضمون السند كان في شهود، إنه نحن متفقين على مضمون معين للسند على موضوع معين، لما انكتب بعدين انكتب بغير الطريقة اللي أنا أردت فيها، فيني اعتد هون. فالمحكمة بتنظر بموضوع السند الموقع على بياض بمضمونه، ولا تنظر إلى التوقيع على أنه مزور، لأنه هو فعلا توقيع الشخص اللي وقع، ما في حدا زوره ولا حدا جبره على التوقيع. فهذا بالنسبة للتوقيع على بياض. في تحليل الخبرة يعني ممكن بسهولة نعرف أنه هذا التوقيع طبعا بالنسبة للتوقيع مزور. طيب طبعاً. إذا أنا وقعت على ورقة فاضية وبعد فترة ممكن تكون طويلة أو حتى قصيرة انكتب شيء غير المتفق عليه، أو إذا فاضية ما في شيء متفق عليه، خلينا نقول ما بينعرف هون من تحليل الحبر إذا هاد مثلا توقيع قديم وحبر الاتفاق جديد، ما ممكن إنه تحمي الشخص يلي وقع؟ ما أنت وقت وقع الشخص على بياض ما قال لهم المدة، يعني ما هو بالنتيجة توقيعه لو صار في فرق بالتواريخ. تماما. برجع بقول إنه كصحة توقيع ما فيني اتهمه، ما فيني ادعي بالتزوير. يعني برجع بأكد على هاي الفكرة حتى لو في فرق بالزمن. كتوقيع وأنت قلتي إنه الخبرة بتلعب دور، ما فيني أصلا، هو توقيعه ما نكر، يعني هو توقيعه، هو عنده مشكلة باللي انكتب. إذا كان في شهود على الاتفاق اللي صار بناء عليه التوقيع على بياض وأثبت هو إنه هذا الاتفاق يخالف اللي انكتب، فأنا بعتد بموضوع العقد أو موضوع المستند، وما بقدر أقول إنه التوقيع مزور. أما إذا كان نفس التوقيع فهون أنا ما في قدامي جريمة. طيب لذلك يعني نحذر، بنرجع بنقول إنه التوقيع على بياض لأنه بصير هاي الإشكاليات، والإثبات ما دائما بيكون بسهولة. طالما إنه التزوير التوقيع سليم ما في تزوير، يعني لو إنه التزوير هو لو التوقيع الشخص مزور أسهل، لأنه بيروحوا على الخبرة فبيقولوا إنه هذا التوقيع مزور وانتهينا. يعني اليوم ما بتنصحي أي شخص مهما كانت الظروف إنه يوقع على بياض؟ أكيد لا. تمام. طيب في حال كان التزوير من قبل الموظف، هل ممكن تكون العقوبة نفسها أم بتفرق؟ خلينا نوضح الموضوع. أكيد لا، الموظف العام هو شخص مؤتمن من قبل الدولة على أملاك الناس، على عقود الناس، على إرادتهم وحقوقهم. لذلك لما أنت شخص عم تسلميه منصب أو مسؤولية معينة، فمن الطبيعي لما يرتكب خطأ، وخاصة إذا الموظف ارتكب عملية التزوير في معرض ممارسته لمهنته، أثناء ممارسته لعمله، فهون عقوبته بتتشدد. التزوير ممكن يكون إذا على ورق عادي، والشخص اللي ارتكبه شخص عادي ما هو موظف عام، فبتكون عقوبته جنحوية، يعني حد الأعلى مثلا 3 سنين. أما لما بيرتكب التزوير من قبل موظف عام مؤتمن من قبل الدولة والجهات المختصة، فأكيد أنا بروح على عقوبة جنائية الوصف. شو يعني عقوبة جنائية الوصف؟ يعني الحد الأدنى لإلى 5 سنين، يعني بيقول لك الحبس 5 سنوات على الأقل، أو أشغال شاقة 5 سنوات على الأقل. ليش؟ لأنه أنت أولاً لأنك شخص مؤتمن، فبالتالي أنت استغليت هي الأمانة وهذا المنصب وزورت. ثانياً لأنه الموظف سهل عليه يزور بحكم أنه هو شغلته يزور ختم، يزور توقيع،
بزور فحوى مثلا كاتب بالعدل، راحوا شخصين لعنده عم يعملوا وكاله، فكتب الوكاله بالاتفاق مع حدا، نتيجه طبعا هذا الحكي بينطبق على يمكن شريحه 1% خلينا نقول من الناس، بس هو موجود بالاخير وانا لازم سلط الضوء عليه، فكتبت شيء غير اراده الطرفين لانك متفق على حدا مع حدا لتقبض شيء معين. فانت هون اكيد عقوبتك تشدد عن عقوبه الشخص العادي. هذا الفرق بين الموظف وال طيب خلينا ننتقل على الشخص العادي، ولا إن كانت شو ما كانت هي قصة التزوير، القانون السوري اليوم شو هي العقوبات اللي فرضها لجرم التزوير؟ برجع بقول إما يكون الشخص عادي والورق عادي، يعني عقد بين طرفين ما له موثق ما له رسمي وصار في عملية تزوير، فهو طبعا في عقوبة وطبعا هي فيها حبس، ولكن عقوبة جنحوية لأنه شخص عادي، حد الأعلى 3 سنين. طبعا مع تعويض العطل والضرر اللي على الشخص المضرور، هذا وفق المسؤولية التقصيرية بأي عقد بأي شيء، كل ضرر سبب كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم صاحبه بالتعويض. فنحن أمام مسؤولية يعني جزائية مثل ما بيقولوا هي الحبس، ولكن جنحوية، وأمام تعويض مادي وغرامات محطوطة في القانون. ودائما بالقانون في تعديلات أستاذة رنا، خلينا نوضح صار في تعديلات بهذا الموضوع أم لا لسه نفس العقوبات ونفس الإجراءات الموجودة؟ لا الحقيقة كقانون كمواد قانون عقوبات بموضوع التزوير ما صار في تعديلات، ولكن اللي صار وخاصة بالسنوات الأخيرة على حسب الأوضاع اللي مرينا فيها، اللي صار فيها يعني التزوير له أشكال مختلفة وأبواب يعني ما بتخطر على البال، صار عندنا شيء اسمه قرارات، هي القرارات أخذتها الجهات المعنية لتحمي أكثر قدر ممكن من المواطنين. رح أعطي مثال مثل لما قلت إنه على موضوع الوكالة أو مصادقة الوكالة بالنسبة للسيارات، هي شغلة جديدة ما كانت قبل، ما كان في عندنا نسخة من الوكالة بتروح لمديرية النقل وبتنحفظ بصحيفة السيارة، هي من القرارات الجديدة. قرار الثاني مثلا صاروا يشددوا كتير على موضوع الوكالة العامة، يعني كان سابقا لما كان الوضع يعني مستقر أكثر، الوكالة العامة معروفة إنه أي شيء بدك تعمليه بموجب الوكالة العامة بتبيعي وبتشتري وبتأجري، وأبدا إذا أنت معك وكالة عامة من شخص. اليوم صارت القضاة تشدد على موضوع الوكالة العامة، تطلب لما الوكالة العامة بده يكون فيها عمليات بيع وشراء لخطورة الموضوع لخطورة البيع، تطلب يكتب على ما تكتفي بالوكالة العامة، يعني بتروحي لعند القاضي بتقولي له أنا معي وكالة عامة بدي بيع البيت لفلان، ما بيقبل، بيقولك بده يكون على الوكالة العامة مكتوب على الهامش إنه هاي الوكالة مخولة لصاحبها بعملية بيع العقار الفلاني، لأنه البيع عملية خطرة يمكن يبيعه لنفسه مثلا. فهي واحدة من الإجراءات. مثلا لما بيكون الشخص عندي كبير في السن، كبير في السن تشدد وصاروا كمان هي شغلة جديدة، لما هو بده يعمل وكالة صاروا ياخذوا بعين الاعتبار انه يا ترى هذا الشخص الكبير بالسن مضغوط عليه بطريقة معينة، لأي مرحلة يعملوا له فحص طبي مثلا، فحص لقدراته العقلية لقدراته الجسمانية، تحت عمر معين او فوق عمر معين ما بيقبلوا ينعمل وكالة من قبل هذا الشخص، تحسبا لانه حدا مثلا له طمع بورثة معينة او بشيء معين يستغل كبير السن ليروح يعمل وكالة. هدول الاجراءات او هدول القرارات الإدارية هي ما قانون، هي قرارات، ولكن بصراحة كفيلة نوعا ما انه تحمي، الاخير الحذر هو كمان بيحمي المواطنين. اكيد. خلينا نوقف عند هاي النقطه بنهايه فقرتنا استاذه، الحذر هون والتوعيه قد ايه مهم اليوم للاشخاص يمكن اللي عندهم كثير قصص وبيتعاملوا كثير بهذا المجال، كيف ممكن نحن نحميهم من انهم يتعرضوا او يصيروا ضحيه تزوير ويوقعوا بهذا الفخ، او شو هي اكثر الحالات شيوعا ممكن تكون هي بالتزوير؟ تمام. هلا دائما لما بدي احمي شيء من التزوير بدي اخذ طرفين، الطرف الاول الدوله والجهات المعنيه، وحكيت انا شو هي القرارات اللي اخذتها لتحمي، والطرف الثاني هو الشخص نفسه ليحمي نفسه. شو يعني حذر؟ يعني الدقه، يعني متابعه القرارات الجديده. غير انه متابعه القرارات الجديده، مثلا رح اعطي مثال على السريع، مثلا واحد بده يعمل عقد بيع لبيت، فعاده شو بيصير؟ بيروحوا لعند مكتب عقاري البائع والشاري، بينظموا عقد البيع عند المكتب العقاري وبيتركوا العقد عند المكتب وبيغادروا لوقت ما يصير الفراغ، بقى ممكن يكتشفوا انه هذا العقد تزور. طيب انت لما عم تروح تكتب عقد عند مكتب عقاري ليش ما بتحتفظ بنسخه لإلك؟ ليش ما بتقرا؟ احيانا ما بيقروا حتى شو انكتب، يعني ما بيقرا الشخص انه شو المعلومات الموجوده بهذا العقد. دقق حتى لو قيمك عن عقد البيع، بدك تتعامل مع جهه رسميه، مع كاتب بالعدل، مع موظف عام عم تملي عليه وكاله معينه بامور معينه لشخص ما، خلص الكاتب بالعدل الكتابه، خذ الوكاله ما فيها خساره، اقرا شو كتبت، يا ترى الشيء اللي انت امليته ولقنته للكاتب بالعدل هو نفسه اللي انكتب؟ بجوز يكون نتيجه خطا، ما راح نقول تزوير، أخطأ كاتب العدل وكتب معلومة غير معلومة، اسم الكنية مختلفة، هذا الحكي بيوقعك بمطبات لاحقاً،
انت بغنى عنا. فكون حذر، دقق، تابع قرارات الجديده اللي عم تطلع، ما تتعامل بالفطره بموضوع له علاقه بمصالح ماديه وبيوعات وعقود وديون، ما تعامل بالفطره، تعامل بالقانون، دور على القانون، وهيك يعني اكثر ما يمكن بيقدر الانسان يحمي حاله. اكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير الاستاذه المحاميه رنا دياب، شكرا لك ولكل المعلومات القانونيه اللي قدمتيها. شكرا لحضرتك. شكرا لك استاذه، اهلا وسهلا فيك.